مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في لقاء يتجدد بكم على طاولة مع الشبيبة. مساء الخير أمل، ومساء الخير لكل المستمعين، لكل من يتابعنا على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة الظفار، ولكل اللي يتابعونا عبر قناتنا في اليوتيوب والبث المباشر في تويتر. اختلف عبد الله مشهد وإحساس الاستوديو يعني بين اليوم وبين الأمس. كنا بالأمس ما شاء الله يعني الحضور كان جو الاستوديو مختلف، ومثل ما أسميته أنت يعني كان جو سبلة من عن طريق الحوار والنقاش الهادف. وبالفعل أمل ما أحوجنا لمثل هذه الحوارات التي تجتمع فيها كل الأطراف، ويعني نستمع لبعض ووجهات نظر بعض، وحتى اللي كانوا يتابعونا عبر البث المباشر كانوا متفاعلين معنا بملاحظاتهم واقتراحاتهم، ودائما إن شاء الله هكذا تناقش يعني قضايانا في لقاءات مفتوحة وحوار شفاف. وهذه مثل هذه اللقاءات عبد الله يعني غير موضوعها الأساسي اللي تناقشه، أيضا تقرب وجهات النظر يمكن تكون لدى الفرد مجموعة من يعني التوقعات السلبية تجاه جهة معينة، لما يسمع ويقترب من المشهد بالتالي تتغير نمطية في التفكير السابق، ومثل ما شاهدنا يعني تغير حتى ملامح الوجوه من خلال اقترابهم معرفة الواقع حول الباحثين عن عمل. وتعرفي حتى جمال ورقي الطرح في الحوار سواء من الباحثين عن عمل وحتى تعاطي المسؤولين معها، يعني كانوا بقدر عالي من الوعي والمعرفة، وكان المداخلات تصحبها كذلك حلول مقترحة. نعم. وتبادل أطراف الحديث بين الجميع. نتمنى إن شاء الله أن تكلل مثل هذه الحوارات في إيجاد حل كثير من قضايانا وأبرزها قضية الباحثين عن عمل. ونحن طبعا متفائلين أن كل الأطروحات اللي كانت أمس هنا ومن أبرزها يعني كان اللي هو موضوع إنشاء المركز الوطني للتشغيل، أنه راح يحل الكثير من المواضيع العالقة في المنتصف، من أهمها متابعة مجريات الأحداث مثل الأرقام والدراسات وتقديم الرؤى والمقترحات حول المواضيع المختصة بالباحثين عن عمل. نعم. هذا سيضعنا أمام مرحلة قادمة أكثر وضوح وشفافية، ومثل ما كان حصاد الحلقة أمس موجود على صفحات الشبيبة، اليوم راح إن شاء الله تكون لنا وقفة وفقرة لحصاد حلقة الأمس خلال قادم الوقت في هذه الحلقة. شكرا لك علي السعيد التابعنا، وتحية لك كذلك وللرحال وكل من انضم لنا عبر البث المباشر في تويتر. نحن أمل أمس بعد من الأشياء الجميلة حقيقة تلقينا خبر فوز الأستاذ أحمد عيسى رئيس تحرير جريدة الشبيبة بشخصية العام عام 2019 الشخصية الإعلامية الخليجية. نعم، طبعا هذا الموضوع جاء ضمن فعاليات إحدى المؤتمرات يعني العربية في القاهرة، وطبعا هذا الموضوع يأتي أيضا تقدير لي يعني جهود الأستاذ أحمد عيسى رئيس تنفيذي لمجموعة مسقط للإعلام في المجال الإعلامي والارتقاء بالصحافة والإعلام الخليجي. ونحن قبل كذا ذلك يعني نبارك لأنفسنا. نعم. كعاملين بالتأكيد في الحقل الإعلامي في السلطنة فوز شخصية عمانية ب يعني هذا الـ هذا الـ هذا المركز وهذا المؤتمر الذي كان يعني مؤتمر الشرق الأوسط الخامس للاستراتيجيات الإعلامية والعلاقات العامة الذي عقد في القاهرة. وخلال قادم الوقت راح نتواصل طبعا مع مدير مكتب الشبيبة في القاهرة ليضعنا حول تفاصيل طبعا هذه الجائزة الذي يعني حصل عليها الأستاذ أحمد تتويجا لجهوده الكبيرة في الإعلام العربي. كذلك من ضمن القضايا التي وردتنا في البرنامج مشكلة الانقطاعات المتكررة للمياه بولاية العامرات، وبالتحديد في المنطقة السابعة أو ما تسمى بمدينة النهضة. وراح إن شاء الله نتواصل مع الأستاذ ناصر العموري، كان له مقال اليوم ويحدثنا حول هذه المشكلة والانقطاعات التي تحدث في العامرات. وأيضا عبد الله يعني من ضمن المواضيع اللي كان دائما يطرحها المتابعين كمقترح أن ناخذها ونعرضها في البرنامج هي امتعاض المواطنين من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العماني بين مسقط وصلالة، ورح يكون أيضا لنا تواصل لمتابعة تفاصيل هذا الموضوع. نعم، النادي الثقافي يوم أمس يدشن فعاليات موسمه الثقافي لعام 2019 وسط حضور كبير طبعا، وراح إن شاء الله نتعرف على تفاصيل هذا التدشين وبرنامجهم للموسم القادم 2019 من خلال تواصلنا معهم في قادم الوقت. نحن فاصل قصير مستمعينا، وبعدها نبدأ محطاتنا في مع الشبيبة.
مواصلين معكم المشوار مستمعينا، ولكل من يرغب بالتواصل معنا أرقام هواتفنا هي 2-4-9-0-0، أو حتى بإمكانكم طرح موضوعكم عبر الواتساب على 9-4-7-9-9-9-7-5، أو حتى من خلال تعليقاتكم في تويتر. تحية لك يا علي العامري على انضمامك طبعا للمتابعة، وسعيدين جدا بمتابعتك، وشكرا على الإطراء الجميل. نحن إن شاء الله محطتنا القادمة راح تكون عن الانقطاعات المتكررة للمياه بولاية العامرات، وبالتحديد في المنطقة السابعة مدينة النهضة، وراح إن شاء الله نتواصل مع الأستاذ ناصر العموري صاحب طبعا مقال نشر له حول هذا الموضوع، ونتواصل مع عدد من المواطنين المتضررين حقيقة بسبب هذه الانقطاعات المتكررة. جاهز الاتصال جاسم؟ طيب نذهب إذن مباشرة للأستاذ ناصر العموري. مساك الله بالخير. أسعد الله مساءكم خير عزيز. يا مرحبا وسهلا فيك، وندخل مباشرة في صلب الموضوع حول الانقطاعات المتكررة للمياه بولاية العامرات، وكان لك مقال اليوم عن هذه المشكلة. بالأصح أمس كان المقال يوم الثلاثاء. نعم يوم أمس. أي نعم. أخي الفاضل، أنا متابع للموضوع تقريبا من 10 سنوات، أول سكني في المنطقة، يعني سكن المنطقة في الأساس. نعم. وكانت انقطاعات يعني هذيك الأيام بصفة مستمرة كثير، بدأت تخف لكن ما كان في حلول مستدامة. نعم. يعني بعدها ما زالت متواصلة. والمعاناة من مواطنين أنفسهم لما كانوا يبحثوا عن صهاريج مياه أيضا. تتخيل يعني آخر مرة ما كان في بيان رسمي من الهيئة العامة للمياه. نعم. انقطاع هذا المواطنين تفاجئوا وتناقل الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان في انقطاع. نعم. عادة يعني استاذ ناصر هذه الانقطاعات تكون اسبابها معروفة بالنسبة لكم، ولا هي مشاكل فنية تعنى بها الهيئة؟ لا، الاغلب انها مشاكل فنية تعنى بها الهيئة. لكن اخي الفاضل، يعني عن اخواننا الفنيين ما يقصروا، لكن نجد ان الوقت طول والمعاناة تزيد عند المواطنين في التصليح. نعم. أو في معالجة الأمر. لكن حتى نضع المستمع في الصورة، هذه الانقطاعات يعني كيف ممكن نصفها؟ هل انقطاعات مثلا أسبوعية شهرية، ولا أحيانا تكون بشكل يومي، هل لساعات طويلة؟ لا، أنا كما أسلفت لك أن فيما سبق كان انقطاعات يعني تكاد تكون بصفة شهرية. طيب. ولكن حدثت في تطور أنه والله كل فترة زمنية 3 شهور 4 شهور يصير في انقطاعات. الإشكالية في شيئين. أيوة، الإشكالية في شيئين، في مدتها إن أحيانا طول إلى أسبوع، وثانيا عدم إشعار المواطنين عبر المواقع والتواصل، يا أخي عبر موقع الهيئة، عبر الرسائل النصية إن في انقطاع، يا جماعة خذوا ديروا بالكم يعني وخذوا العدة. من خلال تواصلكم مع الأخوة في الهيئة وش كانت الردود؟ والله المواطنين أغلبهم كانوا يتصلوا الكول سنتر. نعم. بعضهم ما كان في شفافية كما وضحت، إن شاء الله بيرجع الماء، ينتظروا إن شاء الله لحظة إن شاء الله كذا، والأمر مستمر يوم يومين ثلاثة. نعم. لكن والله الفنيين إن شاء الله الفنيين كانوا بيبذلوا قصارى جهدهم إن شاء الله، لكن وضوح تام لا وبابية في الموضوع، وما يكون هناك توضيح تفصيلي لأسباب المشكلة وأسباب تكررها كذلك حتى فيما بعد ما يكون، وهذه هي منهجية في اعتقادي أنا غير سليمة. لأنه الأساس الاعتراف بالخطأ فضيلة. نعم. أنا أو في البداية أعترف أن في عندي قصور في المياه، أو مش قصور، في انقطاع في المياه. نعم. حال ديروا بالكم، ومن ثم نحن نعتذر المواطنين على الانقطاع الذي تم لأسباب خارج أو إلى آخره. نعم. مثل الاعتذار يعني. نعم. نتكلم شوي عن مدينة النهضة في ولاية العامرات، هل هي يعني من الأماكن المكتظة بالسكان؟ هل عدد المنازل كثير في هذه المنطقة؟ جدا أخي الفاضل، ويكون في علمك أيضا في عندنا أصبحت منطقة ما تسمى بالمربعات، اللي هي خارج الإطار المخطط مال النهضة، وأنت متجه إلى الداخل فيما يسمى في ميدان الرماية، أصبحت منطقة مهولة بالسكان، ولكن للأسف تصور لحد الحين ونحن في القرن 21 وفي مسقط ما يوصلهم المياه، ما عندهم مياه أيضا. نعم. أيوه. ولرغم مطالباتهم وسكنهم من أكثر من 5 إلى 6 سنوات هناك ترى. نعم، هي من المناطق الجديدة أتوقع. يعني تقدر تقول شبه جديدة، لكن إذا استفدت تقول لها من 5 إلى 6 سنوات. أيوة. نعم. نعم. مطالبات مستمرة ووعود مستمرة أيضا من جانب الهيئة. نعم. نتمنى إن شاء الله أن صوتكم يوصل، سواء من خلال المقال اللي كتبته في الصحيفة، أو حتى من خلال صوتك الآن الذي يصل، وكذلك في مشاركات هناك من مجموعة من المواطنين. أستاذ ناصر، تحب تضيف أي شيء قبل أن ننتقل إلى مجموعة من المواطنين الحديث كذلك عن هذا الموضوع؟ بداية أنا أشكركم وأشكر إذاعة الشبيبة على فكرة هذا الأمر، وهذا ما غيب عليها ما شاء الله عليكم.
دائما تدرون يعني المواطن مستحلف هاي برامج جدا رائعة وحوارات جدا يعني منطقية. وأيضا موكب ناشد هي العامة للمياه طبعا صدر المرسوم السلطاني مؤخرا في 42/2008. نعم. ونتمنى أن تخصيص قطاع المياه في هيئة مستقلة أن يكون عود بالنفع على المواطن ونشوف إن شاء الله مسيرة أفضل لهذا الموضوع. نعم نتمنى نحن فعلا هذا الشيء. شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر العموري. بارك الله فيك. يعطيك العافية. شكرا. يعني أتوقع جاسم إذا كان في مجال مثلا تتوفر عندك أرقام الأخوة في الهيئة وحبوا يوضحوا سبب هذه الانقطاعات من الجيد أن نحن نتواصل كذلك معهم بشكل مباشر. وأمل يعني نحن نتمنى من الجهات المعنية ما تعقد علينا أحيانا مسألة التواصل معهم، يعني قللوا شوية من طلبات الرسائل الرسمية في مسألة الرد على بعض الاستفسارات والأسئلة، خلي الأمور تمشي بمرونة أكثر. مواضيع آنية يعني أنت يطرأ لك موضوع جديد تضطر أنك تأجل الرد عليه من الجهة المعنية لأسبوع أو أسبوعين لحد ما نعم. يعني تتم هذه المخاطبات بشكل رسمي. يعني موضوع مثل هذا مثلا وضحوا للناس أسباب الانقطاع، ف يعني التجاوب ممكن أنه يكون سريع بدل ما نعمل نحن رسالة رسمية، الرسالة تروح وتأخذ لها أيام ويأتي الرد بعدها، يكون التفاعل بشكل أكبر وفعلا نقوم بدورنا في أن نحن حلقة وصل بين الجهات المعنية وبين المواطنين. والمساحة متروكة الآن مثل ما ذكرت، إذا كان الهيئة لديها أي رد نحن نرحب بتواصلهم ومداخلتهم عبر هذا الموضوع. نعم نحن نتمنى أكيد إذا كانوا يسمعونا أنهم يتداخلوا في الموضوع ووضحوا أسباب هذه الانقطاعات اللي مثل ما ذكر يعني ناصر أنه في تحسن من السابق، ولكن هم يتمنوا أن تتوقف مسألة الانقطاعات حتى لو كانت على فترات متباعدة. واليوم الكل يعرف طبعا أهمية الماء أنه يكون متوفر في المنزل. وجود عبد الله يعني زيادة في نسبة عدد السكان في بعض المناطق والتوسع العمراني أيضا بوجود مناطق قريبة من بعض المناطق المأهولة بالسكان، هذا يحتاج استعدادات يعني نعم. مباشرة أيضا من قبل الهيئات المعنية نعم. مثل المياه، واللي يمكن أكبر حاجة للمواطن هي الماء، فبالتالي أيضا ما ممكن نتعذر بضغط السكان وبأنها منطقة حديثة مثل ما ذكر في بعض المناطق نعم. يعني من 5 إلى 6 سنوات ولا زالت تصنف أنها حديثة من حيث توافر الخدمات فيها أو لا. حقيقة أنا أعجبت في بعض المخططات السكنية أن كان في مبادرات من المواطنين أنفسهم في أنهم هم يساهموا في مسألة تمديد المياه إلى منازلهم. طبعا هذه مشكلة أخرى في مسألة أصلا وصول المياه، هم الحين موجودة المياه عندهم ولكن في مشكلتهم الانقطاع، لكن في بعض المناطق ما موصل لهم الماء إلى منازلهم، فاجتمعوا أهل المنطقة هذيك وأهل القرية وعملوا مبادرة في أنهم هم يتحملوا جزء من تكلفة التوصيل يعني، وهذه بعد مبادرة وشراكة حقيقية صراحة بين المواطنين والجهات المعنية في توفير خدمات أساسية مثل المياه. طيب أمل في اتصال معنا، إذا نأخذ اتصال حول نفس الموضوع. مرحبا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، نتعرف عليك. سالم راشد الحوصني. مرحبا أخ سالم، طبعا مثل ما يمكن تابعت نتحدث عن موضوع انقطاعات المتكررة المياه بولاية العامرات وبالتحديد المنطقة 7 في مدينة النهضة، يمكن بالضبط. مداخلتك حول نفس الموضوع تطلعنا بس على يعني المشكلة بالنسبة لكم كيف يعني موضوعها. والله ما شاء الله كما ذكرت أن الانقطاع هذا متكرر وصارت أزمة كبيرة في المياه يعني، واسترجاعه يحتاج له فترة طويلة لحد ما يرجع الماء. حتى المنازل الكثيرة ارتفاعها يعني أكثر من 11 متر وهذا ما يوصلها تقريبا يحتاج أسبوع أسبوعين لحد ما يرجع لها الماء. وقدمنا عدة اقتراحات وعدة هذا بس للأسف ما في أي مربي. نعم يعني خلينا في الصورة، انقطاعات هذه كيف تحصل بالنسبة لكم وتكرارها كيف يكون يعني على مدى أيام أو أشهر أو غيره؟ لا هي تقريبا في الشهر تحصلها مرتين إلى 3 مرات تصير نعم. ومدة هذا الانقطاع يعني لما تنقطع تأخذ ساعات طويلة أو ترجع بعدها بفترات يعني تأخذ أيام أسبوع تقريبا تأخذ لحد ما يرجع. وكيف تتعاملوا أنتم كمواطنين وكمحتاجين أيضا للماء؟ هذه مشكلة لما ينقطع الماء مثل ما ذكرت عدة أيام، الحلول البديلة اللي تتخذوها في هذا الموضوع؟
نتخذها والله حلول بديل ناخذ الصهاريج بس بصعوبه طبعا ايضا الصهاريج تكون مزحومه وعندها زحمه يعني ونجيب من مناطق خارج الولايه وتكون باسعار مرتفعه طبعا كثير لا هو استغلال لكن المساكين يعني مسافه الطريق وهذا حقهم ناخذ من خارج الولايه مضطر نجيب الصهاريج هذه فكان عندنا صعوبه كثير صراحه في الموضوع يعني حتى بوارد المياه المفروض توفر في او اعتقد ان هناك في نظام انه في توفير خلال 24 ساعه إذا ما تم تعديل أو تصليح أو توفير المياه توفر الصهاريج هذه مجانا تكون توصيلها للمستهلك ولكن ما نشوف أي شيء منهم. كيف تعاملتوا مع الهيئة في تواصلكم في مناشداتكم مخاطباتكم في تجاوب من هذا الموضوع؟ بلغنا طبعا الخط الساخن قدمنا رسائل عدة رسائل لموارد المياه بس للأسف ما في أي تجاوب. احنا تركنا لكم اليوم المساحة خلينا نتعرف ايضا على يعني مطالباتكم ومناشداتكم في هذا الموضوع ونتمنى ايضا الجهة المعنية اللي هي الهيئة العامة للمياه تتابع هذا الموضوع ان شاء الله. فهي لو كان توسعة الخزانات او زيادة خزانات المياه الموجودة في الولاية نحتاج شيء ضروري هذا طبعا المناطق تتطور تزداد يعني السكنية الحالة السكنية فمفروض ان تزداد الخزانات المياه لكن هم للأسف مركزين على خزان قديم وصار له فترة طويلة ومستمرين عليه. في مشاكل فنية تظهر لكم أيضا أنتم كمستخدمين لهذه الخزانات أو في توصيلات المياه تكون يمكن هي السبب في هذا الموضوع؟ هي التوصيلات أكثر شيء طبعا حصريات عندهم الصرف الصحي هذا شغالين في المشروع أي أثر أنبوب خلاص نحن تعطلنا في الولاية كلها أي أنبوب يتأثر شيء بسيط تعطل الولاية كامل وأكثر من أسبوع نجلس ننتظر الماء لحد ما يرجع. يمكن هذا سبب أيضا يعني عدم وجود مساحات في التوصيلات بحيث أن تتداخل توصيلات اليوم مياه المجاري مع أماكن توصيلات المياه وحدوث هذه المشكلة بالضبط. أيضا وتفاقمها معرف سالم عندك أي إضافة حول الموضوع؟ لا والله شكرا نتمنى من موارد المياه أنها تنظر في الموضوع يعني إن شاء الله أكيد صوتك واصل من خلال برنامجنا وإحنا تاركين مساحة لهذا الموضوع ونتمنى مثل ما أشرنا الجهة المعنية أيضا إذا عندها رد لكم وللجميع من يطرح هذه المشكلة في ولايات العامرات نبعثها أو نبثها خلال حلقة اليوم إن شاء الله. شكرا سالم. إذن مواصلين معكم مستمعين الآن الأخوة في الإعداد يحاولوا التواصل مع الهيئة العامة للمياه إذا كان عندهم أي رد حول انقطاعات المياه في ولاية العامرات وبالتحديد في مدينة النهضة اللي هي المنطقة السابعة. مع الشبيبة على الشبيبة FM مع الشبيبة برعاية بنك صحارى. تحية لكم مستمعين ومواصلين معكم مع الشبيبة وتحية للأستاذ عادل اليافعي متابعنا عبر قناتنا في اليوتيوب مدير مكتب الشبيبة في صلالة لك أجمل التحايا ودائما متواصل معنا طبعا حول كثير من المواضيع والمحطات هناك بمحافظة ظفار ومن ضمن الأشياء كذلك اللي وردت للبرنامج حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العماني مسقط صلالة. الخط طبعا معروف من الخطوط الحيوية في الطيران هنا من الخطوط المحلية بين محافظة مسقط ومحافظة ظفار نظرا للإقبال الكبير طبعا على الرحلات المتجهة من مسقط إلى صلالة وتلك المتجهة من صلالة إلى مسقط. وهذا الموضوع مستمعينا يمكن طرحوه المواطنين بشكل متواصل سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال تواصلهم أيضا معنا على البرنامج ورغبتهم في طرح هذا الموضوع وأخذ أبعاد أو يعني أكثر من شق. هناك من يشكو من ارتفاع بدأ من 33 وصل إلى 45 للخط وتصبح الآن من 75 إلى 90 ريال. إشارة أيضا أنه مع كل تغيير لموعد سفر هناك أيضا مبلغ يدفع ربما يعني أقصى تقدير له 15 ريال. وكذلك هناك يعني من يقول أن إذا كانت لديك عائلة وتريدهم بجانبك أيضا هناك مبالغ إضافية تدفع لتقارب المقاعد مع بعضها في الطائرة. وأيضا هناك إشارة أنه من أحد الإخوة إذا حجزت فقط ذهاب إلى صلالة يصل الخط الواحد أكثر من 45 ريال في وقت الذروة. كل هذه التفاصيل ذكروها من خلال هذا الموضوع. احنا راح نوضح هذا الموضوع
من خلال تواصلنا مع الدكتور خالد الإبراهيم. مساء الخير دكتور. مساء النور الأخت العزيزة، كيف الحال؟ الحمد لله، حياك الله معنا عبر برنامج مع الشبيبة. الله يسلمك إن شاء الله. طبعا يمكن سمعت هذا الموضوع اللي هو خاص بارتفاع أسعار تذاكر الطيران العماني واللي طرحه المواطنين، واليوم أيضا يعني حاولنا نلبي رغبتهم في طرح هذا الموضوع. نتحدث عن إشكالية ارتفاع يعني أسعار تذاكر الطيران في خط مسقط صلالة مسقط. أولا تحياتي لكم وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة. بداية أختي العزيزة راح نتطرق إلى موضوع أسعار تذاكر الخط الداخلي. نعم. خط صلالة مسقط. نعم. طبعا أولا كلنا كعمانيين وبلا شك نرغب بالسفر على متن خطوط الطيران العماني. نعم. باعتباره الناقل الوطني لبلدنا العزيز سلطنة عمان. نعم. ولكن نظرا لارتفاع أسعار تذاكر خط صلالة مسقط وهو بين قوسين هو خط داخلي يربط محافظة ظفار بباقي محافظات السلطنة وتحديدا عاصمتنا الحبيبة مسقط، ولوجود تدمر لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع وتحديدا من أبناء محافظة ظفار، كون شريحة كبيرة منهم موظفين وعاملين وطلبة دارسين في مسقط. نعم. أيضا بالإضافة إلى بعض الموظفين والعاملين والدارسين من محافظات السلطنة الأخرى المقيمين في محافظة ظفار. طبعا هناك إن أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الداخلية من وجهة نظرنا احنا كمواطنين والكثير من المواطنين راها غير منطقية وعالية التكلفة. نعم. وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الرهنة. نعم. هذا فيما يتعلق بالشق الأول من الموضوع أسعار التذاكر. نعم. لو تطرقنا إلى موضوع الفروقات، هناك فروقات بين الرحلات الداخلية لدول أخرى، الدول الأوروبية، دول عربية، دول من قارة آسيا، من قارة أفريقيا، تتراوح هذه الأسعار من 18 ريال إلى 20 إلى 25. إذا وصلت 30 فيعتبر يعني يعتبر مكلفة 30 ريال عماني. نعم. هذا فيما يتعلق بالرحلات الداخلية. نعم. أيضا استفدت العزيزة هناك رحلات دولية، ونقصد رحلات دولية من دولة إلى دولة أخرى. نعم. على سبيل المثال من تايلند إلى ماليزيا، أو من سنغافورة إلى ماليزيا، أو من تايلند إلى الفلبين. هذه الدول تتراوح أسعارها وهي تتراوح ما بين 18 ريال عماني إلى 60 ريال عماني بالكثير. معناها تصنف دولية في النهاية مع تقارب المسافة. نعم. نعم. وهي تقريبا تتقارب الرحلة، مدة الرحلة تقريبا تعادل رحلة صلالة مسقط، يعني تقريبا ساعة ساعة ونص ساعتين بالكثير. وأسعارها في متناول اليد 18 ريال 15 ريال 19 ريال 20 ريال توصل 20 25. نعم. شيء غير منطقي فيما يتعلق بالرحلات الداخلية للطيران العماني. نعم. وأيضا ما نطلبه في هذا الشأن من مجلس إدارة الطيران العماني ومن له صلة بالموضوع. نعم. تحديد الأسباب الحقيقية حول ارتفاع تذكرة خط صلالة مسقط وهو خط داخلي. نعم. هذا هو الشرح الأول. نعم. إيه نعم. هذا هو السبب، يعني نريد نعرف ما هو السبب الحقيقي خلف ارتفاع أسعار تذاكر خط صلالة مسقط. نعم. وأيضا هناك ممارسات فيما يتعلق بالسوق المفتوح، هناك إن ممارسة سياسة السوق المفتوح من قبل شركات الطيران الوطنية. نعم. على الرحلات الداخلية أثرت بشكل كبير على المواطنين وخاصة أبناء محافظة ظفار. من أي ناحية؟ من كل نواحي. نعم. من نواحي اجتماعية، من نواحي اقتصادية، من نواحي أمور كثيرة. نعم. وأيضا وبشكل سلبي. لذا نرى من وجهة نظرة إحنا كمواطنين عاديين إن تطبيق سياسة السوق المفتوح تصرح على الرحلات الدولية. نعم. الرحلات الدولية من مسقط إلى أي مكان آخر إلى أي دولة في العالم، ولكن الرحلات الداخلية التي تربط خط صلالة بمسقط نراها صعبة تطبيق السوق المفتوح. نعم. فهي ليست احتكار، هو خط وطني ويعتبر أنه يكون أيضا الناقل الوطني، يفترض أنه يكون ناقل وطني يراعي مصلحة المواطنين في هذا الجانب من ناحية اجتماعية واقتصادية. نعم. جوانب مهمة اللي طرحته، ونأكد أيضا على كلامك دكتور خالد أنه فعلا يعني يجب النظرة إلى الخط الداخلي وللمواطن العماني لاختياره. نعم. لهذا الناقل الوطني أيضا نظرة متفردة أو خاصة عن الرحلات الخارجية أو الدولية. نعم صحيح. شكرا لمشاركتك دكتور خالد الإبراهيم على المقترحات اللي طرحتها. شكرا. أختي العزيزة لو سمحتي بس أنا. نعم. عندي نقطتين، النقطة الأولى عبارة عن مقترحات الطيران العماني. نعم. ورسالة ومناشدة لأحد المسؤولين في الطيران العماني. النقطة الثالثة المقترحات أو الحلول. نعم. فيما يتعلق حلول نتمنى أنها تصل لإدارة الطيران العماني، تحديد سعر ثابت غير قابل للطلب العرض، كونه أن الرحلة صلالة مسقط رحلة داخلية. نعم. وكونه أنه ناقل وطني. نعم. زادت عدد الرحلات الداخلية، تنشيط السياحة الداخلية بين محافظات السلطنة، خاصة نعرف أنه في مطار زحاء ومطار. نعم. صلالة ومطار مسقط يكون عملية ربط وأسعار رمزية. نقطة جدا مهمة نراها من أولويات المقترحات، إلغاء رسوم تغيير الحجز.
تغيير حجز اختي العزيزه واستاذتي العزيزه قارب على اسعار تذاكر جديده. يعني مواطن عماني مثلا هو وعائلته لما يصل له ظرف من الظروف ويضطر غصب عنه انه يغير حجز. نعم. تغيير الحجز صارت ما تعادل تذكره جديده يعني. نعم. تقريبا نعم. النقطه الثالثه والرابعه عدم احتساب قيمه تذكره صاله مسقط في حاله ان كان المسافر ترانزيت. نعم. او على الاقل خصم 50% من قيمه سعر التذكره كون المسافر لم يزف في 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 العاصمه. هذا اشرح لي شيئا مثلا مواطن من محافظه ظفار متجه الى مثلا تركيا او الى مصر او اي دوله صاله مسقط الى الدوله الاخرى، هو ذهب الى مسقط ترانزيت كعبور. نعم. هو ما راح ينزل في مسقط، فليش عمليه نحسب عليه تكلفه صاله مسقط؟ ممكن كاقتراح انه نحسب خصم من قيمه تذكره صاله مسقط 50% او 100%. نعم. انه الشخص هذا المواطن ما راح ينزل في مسقط، ليش نحمله تكلفه جديده يعني؟ وايضا الشيء الاخر انه الشخص هذا لو بعد ما يسافر وصار له ظرف من الظروف اراد ان يغير حجز ماله راح يدفع تقريبا مبالغ نفس تعادل قيمه التذكره. نعم. فاحنا هنا في اشكاليات. الاقتراح الاخير طبعا احنا نرى طبعا صعب بحكم انه هناك ناقل وطني وهذا صعب، لكن هو الحل الاخير اذا ما في حلول المقترحات هو الحل هو فتح مجال لخطوط طيران اخرى غير الطيران السلام والطيران العماني تنافس على طيران الخط الداخلي صاله مسقط، حينها سنرى المنافسه في تقليل اسعار تذاكر الطيران العماني وايضا طيران السلام الذي بدات اسعاره ترتفع بشكل غير طبيعي. نعم. النقطه الاخيره مناشده. هذه الاخيره الثالثه دكتور. نعم. اخر نقطه هي مناشده ونداء لكافه المسؤولين. نعم. وعلى راسهم معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات والمهندس الرئيس التنفيذي للمجموعه العمانيه للطيران والهيئه العامه للطيران المدني والطيران العماني وطيران السلام دراسه اسعار تذاكر الرحلات الداخليه وايجاد حلول مناسبه لتخفيضها بحيث ترضي الناقل الوطني وطيران السلام والمسافر، كما نتمنى منهم دعم وتنشيط السياحه الداخليه باسعار ثابته شريطه ان تحكمها الطلب والعرض. نعم. كالرحلات الدولية كون أن الرحلات الداخلية محلية وناقل وطني. أخيرا نتمنى حقيقة كعمانيين بل نفخر ونتفاخر بالناقل الوطني بإذن الحبيب سلطنة عمان الذي هو الطيران العماني الذي نكون له كل الاحترام والتقدير، لكن أسعارهم يعني شيء غير منطقي. واضحة رسالتك دكتور وأيضا مناشداتك ومقترحاتك كلها مرصودة واضحة، نشكرك على هذه المداخلة وإن شاء الله المعنيين يكونوا على المتابعة وأيضا راح نتابع معهم رد حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا. نتمنى كذلك وشكرا جزيلا لكم. شكرا. إذن مقترحات كثيرة عبد الله طرحها الدكتور حول هذا الموضوع ومناشدات أيضا هي يمكن تحتاج موائمة حول السياسة اللي يعمل عليها في النهاية مثل هذا الناقل، يعني سواء طيران العماني وكذلك طيران السلام لديهم أيضا سياسة في هذا الموضوع وما ممكن يتم مباشرة، ولكن هو يطالب بالمراجعة بمراجعة هذه المواضيع داخليا أو على مستوى أيضا وطني بحيث يحدد أسعار ثابتة للطيران أو الرحلات الداخلية. لدينا أيضا اتصال حول هذا الموضوع ومعنا المحامي أحمد الشنفري. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا حياك الله. حياك الله طبعا وصوتك ما غريب على البرنامج في تواصل مستمر. أهلا وسهلا فيك. نسعد بمداخلتك حول موضوع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العماني بين يعني الداخلية بين مسقط وصلالة. أي نعم. تفضل. أولا شكرا لكم على هذا الاستضافة وهذا مش قريب عليكم، قناة الشبيبة دائما متواجدة في كل الأوقات يعني. تسلم واجب. فنشكركم على تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم اللي هم شريحة كبيرة جدا من المجتمع سواء من شمال السلطنة أو من جنوب السلطنة. نعم. كما تعلمين يا دكتورة بخصوص هذا الموضوع، هذا هو حاليا هو الشغل الشاغل لكل المجتمع. نعم. ومثل ما بتلاحظين في برامج تويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هناك امتعاض شديد جدا من المجتمع. نعم. هذا الامتعاض ناتج عن عدة سياسات استخدمتهم الطيران العماني في سياسة الحجز، يعني هم طبقوا بعض السياسات اللي هي ارتفاع الأسعار عند نفوذ عدد معين من الكراسي. نعم. وهذا الارتفاع يصل إلى مبالغ تعتبر كبيرة وكبيرة جدا على المواطن في عدة يعني الأسعار اللي هم يعني طرحوها كبيع لهذه الكراسي. أيضا للأسف الشديد يعني في الآونة الأخيرة يعني قاموا أيضا بوضع يعني أسعار حتى على الكراسي
في حال أنه عائلة وعندهم أطفال حبوا أنهم يأخذوا بجانب بعضهم وضعوا أسعار على هذه الكراسي. هذا الاستخدام اللي هم يعني يستخدمونه مع مجتمع يعتبر هو يعني زي ما تقولين هو القاعدة الأساسية لنجاح أي طيران على مستوى العالم. بالفعل أي شركة كانت وطنية إذا تحب أنها يعني تنجح وتصبح لها يعني ناس يقوموا هؤلاء الناس هم بالتسويق لهم، عليهم أول شيء أنهم يعملوا أنهم لأنفسهم قاعدة داخلية. هذا القاعدة الداخلية هي اللي تساعدهم على أنهم يكسبوا الزبائن على المستوى العالمي. الحاصل الآن أنه يعني الطيران العماني قائم بالعكس، يعني الآن هم جالسين يفقدوا يعني قاعدتهم الداخلية، ومعظم الناس تنادي بالمقاطعة على الطيران على الرحلات الدولية، وكل هذا بيتسبب في خسارة لناقل وطني. الكل يتمنى أن يكون هذا الناقل الوطني هو أكبر وأفضل ناقل على مستوى يعني العالم وعلى مستوى المنطقة. نعم. وأستاذ أحمد يعني أنت يعني يمكن هي المشكلة واضحة يعني، وهي يمكن الكل يتفق عليها حول موضوع الارتفاع وأيضا تغيير التذاكر وحجز المقاعد وكلها، لكن احنا الآن يعني من خلالكم نريد نوصل للمقترحات أو الجوانب اللي أنتم ترونها أيضا كمواطنين وقريبين من المشهد ومستخدمين لهذا الطيران بشكل مستمر أيضا في تنقلاتكم الداخلية. ما هي يعني الإجراءات التي يجب أن يتبعها هذا الطيران في المرحلة المقبلة لحل هذه الإشكالية؟ كما تعلمين احنا شفنا قبل فترة طويلة من الآن في عدة أشهر بأنه كان في تصريح من أعتقد رئيس مجلس إدارة الطيران العماني أو من مجلس الطيران العماني أو أقصد الشركة بالنفس، بأنه الارتفاع الأسعار ناتج لكي يتم مساعدة طيران السلام على يستمر وعلى أنه ينجح على المستوى المحلي. بالنسبة لهذا التوجه ما أعتقد أنه المواطنين هم ضد هذا التوجه، بالعكس لو كان الارتفاع معقول في حدود 10% 15% 20% الناس راح تقبل مثل هذا الارتفاع، وبالعكس يعني طيران السلام إذا ارتفع وإذا نجح نحن كلنا مع طيران السلام وكلنا مع الطيران العماني. لكن لما تكون الأسعار مبالغ فيها وهذا الأسعار يعني يتم يعني رفعها إلى أسعار خيالية في الإجازات وفي الأعياد وفي المناسبات الرسمية، مثل هذا الأشياء تولد للناس بأنه هذا الطيران جالس يستغلنا في الأوقات اللي نحن محتاجين إليه. هنا تتولد عند المجتمع سياسة عدائية لهذا النقل، ما يتولد لهم سياسة يعني أنهم يحبوا هذا النقل الوطني ويكونوا هم داعمين له وهم مساندين له. فأنا أتمنى من معالي الدكتور أحمد الفطيسي وهو له يعني كثير من الإنجازات على مستوى السلطنة بأنه يكون له وقفة في هذا الموضوع، مثل ما هو وقف مع الطيران السلام على أساس أنه ينجح لابد أيضا الوقوف مع المجتمع ولابد الوقوف مع العوائل. هناك يعني الناس يداوموا في مسقط ويردوا إلى صالة بشكل أسبوعي، في شباب من شمال السلطنة يداومون في جنوب السلطنة ويريدوا يرجعوا أيضا عند أهاليهم. ومثل ما تعرفين يعني ارتفاع تكلفة هذه التذاكر يخلي الناس يعني يتولوا يعني يبتعدوا عن هذا الطيران ويولد هناك سياسة عدائية ضد هذه الشركة. هو الخط هذا خط حيوي يعني، وبالتالي مهم جدا إعادة النظر فيه. نحن نتكلم اليوم يعني عن عدد من الرحلات يمكن يستمر طوال اليوم لأوقات مختلفة، ومع ذلك رغم كثرة الرحلات يطالب أيضا المواطنين ومع ارتفاع الأسعار بزيادة هذه الرحلات، وبالتالي يعني هي هنا الإشكالية إن فعلا هو خط حيوي، وبالتالي لابد من يعني تسهيل على المواطن في استخدام هذا الخط والاستفادة منه. هذا بكل تأكيد، يعني لا يمكن إنه الطيران العماني يضع نفسه في موقف عناد مع المجتمع، يعني هم هذه شركة وطنية وهذا ناقل وطني، وهذا الناقل الوطني يحتاجه المواطن ويحتاجه المقيم ويحتاجه المستثمر ويحتاجه كل شخص. فإذا كان الطيران العماني كل ما رفع في عدد الرحلات وكل ما زاد يعني العروض وكل ما تساعد مع الناس في الإجازات هو يكون داعم أساسي للسياحة الداخلية اللي تنادي فيها السلطنة في تنويع مصادر الدخل وفي أشياء كثيرة. فأتمنى أنا بصراحة من مجلس إدارة الطيران العماني ومن يعني الناس اللي هم قائمين على الإدارة التنفيذية ينظرون بأنه كلما كان هناك في يعني تخفيض في الأسعار وفي عروض موجودة كلما ارتفع عدد المسافرين وكل ما كانت الناس في حماس انهم يوجدوا مثل هذا المقاعد انهم يعني يسافرون في ربوع السلطنة المختلفة. فانا اتمنى من الطيران العماني انه يوجه يعني البوصلة على المسافرين الداخليين، هم قاعدته الاساسية وهم الناس اللي يعتبروا ينقلوا عن هذا الطيران اعلانه الى الخارج. واتوقع ايضا استاذ احمد يعني لما نتكلم عن خط داخلي، اليوم احنا عندنا خط للدقم وايضا هو يعتبر يعني يمكن حيويا ثاني خط بعد صلالة، وهناك توجه
مطار صحار، سيكون أيضا هناك خط ثالث، وبالتالي كل هذه الخطوط كلما كانت هناك يعني ضبط في عملية الأسعار ومراعاة المواطن فيها مثل ما أشرنا راح تكون داعم اقتصادي وداعم أيضا للتوجه اجتماعيا ومعنويا نحو التمسك بالناقل الوطني ك يعني ناقل أساسي لرحلاتهم، وبالتالي تنشيط السياحة الداخلية من خلال استخدام هذه الخطوط. 100% هذا الكلام، لأنه هذا اللي النادي فيه، والنادي بأن الطيران العماني يركز على أنه جمهوره الداخلي هو جمهوره الخارجي. إذا هم يعني وجدت عروض ممتازة لهذا يعني للمسافرين الداخليين، هم أنفسهم ترى راح يكونوا في الرحلات الدولية خيارهم الأول هو الناقل الوطني. لكن لما يوجدوا بأنه هذا الناقل الوطني يستغلني وقت الإجازات الرسمية، هذا الناقل الوطني يستغلني في وقت المناسبات الرسمية، هذا الناقل الوطني يستغل الظروف ضدي أنا ويرفع الأسعار، 100% بتولد سياسة عدائية لهذا الناقل الوطني. وكل أحد حتى في الخارج لما يطلع برا ويقول له إيش رأيك في الطيران العماني، يقول نحن ما ننصحك بهذا الطيران. مجرد كلمة ما ننصحك بهذا الطيران، يعني بدل ما واحد يكون أنت راح ترد عن هذا الشراء، أنت راح ترد بدل الواحد 100 أو 1000 أو أكثر. وفي نفس الشيء في المقابل لما تكسب المواطن وتكسب الناس اللي داخلين راح يجيب لك 10 و100 و1000 وهكذا. نعم وأستاذ أحمد نريد نأكد يعني إن شاء الله ما في عدائية وما في أيضا استغلال للمواطن، الكل حريص على مصلحة الوطن والمواطن إن شاء الله، وهي مجرد إعادة سياسات والأخذ بهذه المقترحات، لأن المواطن في النهاية شريك في كل خطوة من خطوات التنمية، وهذا القطاع ما راح يتطور أيضا إلا بالاقتراب من مقترحات المواطن والأخذ بها ومراعاته في هذا التطوير. شكرا لك المحامي الأستاذ أحمد الشغري. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا. يعطيك العافية. نواصل مستمعينا طرح موضوع ارتفاع تذاكر الطيران العماني في الخط الداخلي مسقط صلالة، والآن معنا اتصال أيضا حول هذا الموضوع. مرحبا. هيا شلاصي معاشا عبد الله المقدم، مساء لكم بالخير إن شاء الله. الله يمسيك بالنور والسرور وحياك الله. نعم تفضل. طبعا الموضوع اللي تكلم فيه واللي ماخذ الرأي العام كله هو موضوع الارتفاع الغير مبرر لأسعار التذاكر الطيران العماني بين خط صلالة مسقط صلالة، وتذكرة وصلت كحد أدنى 80 وممكن أن توصل إلى 120 في بعض الأوقات في أوقات الذروة أو أوقات يعني عند السفر المفاجئ، وصلت أنه في بعض الأحيان إلى وجهة واحدة 60 ريال. وطبعا نحن زيادة ممكن تكون زيادة لكن ما تكون بهذه الطريقة. ويمكن ذكر قبل شوية الأستاذ أحمد الشنفري أنه مقبولة أن تكون زيادة 10% مثلا، لكن أنه ممكن توصل للضعف، هذا اللي ما مقبول أيضا. لا الزيادة مقبولة في إطار المعقول، لكن الزيادة الغير مبررة يعني ما مقبولة. يعني أنت حتى عملية تغيير التذاكر إذا أنت في حج ممكن تغير ما صارت 10 أو 15 صارت في بعض الأحيان توصل إلى 50 ريال. نعم. يعني إذا أنت في رحلة وبغيت رحلة أخرى وصلت للمطار يعني المبالغ توصل إلى 50 ريال، يعني تغيير الارتفاع غير مبرر مقابل أنه الخدمات ما في خدمات إضافية للمسافر. نعم. خلينا نسمع مقترحاتك ورأيك لحل هذه الإشكالية. طبعا المقترحات نحن الآن الزيادة مقبولة طبعا أنه في كل شيء زاد، لكن ما الزيادة تكون يعني من 10-8% 10%. نعم. لكن ما تكون بهذا الشكل، يعني توصل إلى 30-40% زيادة. نعم. لابد في هذا كمان عملية تغيير التذاكر ما صار لها ستاندر معين، كان الأول من 10 رفعوه ل15 أوكي قبول، لكن توصل أختي الكريمة في بعض الأحيان إلى 50-40 ريال. يعني أنا في مرة من المرات توصلت معي، يعني أنا يعني أريد يعني وصلت المطار طائرتي أبعد شوية، بغيت الطائرة اللي قبلها قالوا إذا بغيت تغير 50 ريال. الواحد يعني يضطر ينتظر لفترات يمكن أطول عشان ما يقع تحت طائلة هذا السعر المرتفع. خلاص تنتظر تضطر أنك تنتظر مشان أنك ما تعمل التغيير هذا. نعم. التغيير صار بشكل يعني مبالغ، وأصبحنا في الأسعار أشبه بالبورصة. نعم. البورصة غير مستقرة يعني حتى. نعم.
يمكن من المقترحات اللي طرحوها المتصلين اللي قبل أن يكون هناك يعني سعر ثابت للرحلات الداخلية وما يخضع للمواسم، يعني ما يقع المواطن اليوم يعني عرضة أنه يدفع أضعاف السعر لأن موسم سياحي ولأن ارتفاع أسعار، فبالتالي ما في فرق اليوم بين المواطن وغيره في استخدام هذا الناقل الوطني. هو الآن أختي العزيزة الحمد لله طال عمر صاحب الدلالة المواطن والمقيم يعيش في حقوق متساوية، لكن في مقابل هذا الخط الداخلي احنا يعني شعرنا أنه نحن في بعض الأحيان أنه أنت تحجز صلالة مسقط صلالة أكثر يعني رحلة داخلية أكثر ما تروح دولية. يعني في بعض الأحيان ممكن تروح مسقط الهند مسقط ب5 ريال 6 ريال. يعني أنا الآن حاجز إلى بعد بكرة إلى الأسبوع الجاي، يعني حتى مش من فترة، يعني الحين حاجز الأسبوع الجاي تذكر إلى مسقط ب8 ريال. نعم واضح 8 ريال. وإذا تغيرت يعني وإذا غير أنا يعني معرض لمضاعف المبلغ، ومعرض أنه لو لا سمح الله ما رحت أنه السعر يروح علي. فعلا. إذا واضحة، في عندك إضافة في هذا الموضوع؟ والله ما في إضافة. نحن نتمنى من أخو قائمين ترى النعماني الخط شغال وبيقدم خدمة والخط دائما ممتلئ، فنشوف أنه لابد أنه يكون في سعر ثابت وزيادة تكون معقولة، ما بتكون بهذا الشكل المبالغ فيه، وما تكون كأنها بورصة يوم. يعني نعرف أنه الرحلة السياحية وصلت إلى فترة المفترات لم يقم 128 ريال في الذروة. واضح. والسعر يعني ما حد يقدر يتقبله ولا قدر أحد يقدر يتحمل. أشكر مداخلتك ومقترحاتك، إن شاء الله مرصودة وواصلة، ونتمنى أيضا إذا كان في رد في الأيام المقبلة أو خلال فترة راح نوافيكم إن شاء الله عبر برنامجنا بما يجي من رد حول هذا الموضوع من قبل الطيران العماني. شكرا جزيلا. شكرا أختي الكريمة. إن شاء الله نتمنى الطيران العماني هو ناقل وطني ونتمنى التوفيق، لكن في المقابل نتمنى أنه يكون زيادة مقبولة معقولة، ولأنه هو يعني وجد لخدمة المواطن العماني. نعم شكرا جزيلا. تاجي وجبي إن شاء الله. إذن هذا متابعين الموضوع حول تفاصيل ارتفاع تذاكر الطيران العماني في خط مسقط صلالة الخط الداخلي، وكيف رأى المواطنين هذا الموضوع، وأيضا وضعوا مجموعة من المقترحات وطالبوا الطيران العماني أنهم يعتزون بهذا الناقل، وأيضا في رغبة شديدة في الالتزام معه، ولكن يجب أن يراعي موضوع السعر سواء من خلال الحجز الجديد أو تغيير التذاكر وكذلك حجز المقاعد. في ساعتنا الثانية من برنامج مع الشبيبة نجدد الترحيب بكم مستمعين ولكل من انضم لنا على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة ظفار، وللي يتابعونا عبر قناتنا في اليوتيوب وعبر البث المباشر في تويتر. وإلى محطة جديدة هذه المرة متابعينا، إلى النادي الثقافي الذي دشن مساء أمس فعالياته للموسم الثقافي القادم 2019. نوقف على كل التفاصيل من خلال ضيفنا بالاتصال الدكتور سعيد بن محمد السيابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. مساء الخير دكتور. مساء الخير أمل، ومساء الخير بالمستمعين الكرام، ومساءكم ألق دائما. تسلم دكتور. نعم نبارك لكم طبعا لتدشين الموسم الثقافي الجديد من خلال ما تم مساء أمس بموقع النادي الثقافي. شكرا جزيلا، وهذه التهنئة لكل المثقفين في عمان. نعم. حقيقة النادي الثقافي يعني ما ظل يخدم جميع المثقفين وجميع قطاعات الثقافة في السلطنة. نعم حضور كبير كان مساء الأمس، يعني يمكن الموقع الحدث امتلأ، وهذا يدل على أيضا ثقة المثقفين ويعني اقترابهم من النادي الثقافي وكونه أيضا مظلة لهذه الأحداث الثقافية وللإنجازات أيضا ليقدمها المثقفين في السلطنة في مختلف المجالات. نعم حقيقة أمل كان حضور مبهج، ويعني جمع جميع أطياف المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، وربما أيضا كانت الحميمية في موضوع التدشين ومفاجآت أيضا جميلة اللي حضرها النادي سنويا، بحيث أن يكون التدشين عبارة عن مفاجأة ماذا سيكون من فعاليات وبرامج خلال العام القادم 2019. نعم إذا تضعنا مباشرة على أهم ما تضمنه يعني القائمة من برامج ثقافية للعام المقبل إن شاء الله. نعم
بداية يعني درج العادة أن نختار يعني عنوان كبير لهذا البرنامج والموسم الثقافي. نعم. فهذا العام القادم إن شاء الله 2019 العنوان الكبير هو التاريخ وصناعة المستقبل. نعم. فاهتمامنا كان من خلال يعني تلقي يعني عدد من الفعاليات من المثقفين حول الجوانب التاريخية وما يمس الإنسان والحضارة العمانية. فارتأينا أن يكون هذا العنوان هو يعني الدافع لنا في بحيث تكون معظم الفعاليات المنظمة تخدم هذا الجانب من ندوات وحوارات فكرية واستضافة أيضا مفكرين في الجوانب التاريخية. نعم. فيعني هذا العنوان الأبرز والشامل، لكن طبعا كما تعلمون أن لدينا على مدار العام أكثر من 60 فعالية. جميل. يعني أدركت يعني شهريا يعني افتتح الموسم بإذن الله في 8 يناير بأمسية شعرية للشاعر علي عبد الله خليفة. وهناك أيضا في 14 يناير لدينا الابتزاز الإلكتروني بين بدايات وتطورات حلقة نقاشية. لدينا ورش الكتاب الإبداعية في يعني 18 و19 يناير للدكتور وفاء الشامسي. أيضا فن التصويت والنهمة في عمان، سهرة فنية في مقر النادي الثقافي. أيضا هذا هناك تعاونات كثيرة أيضا بين النادي يخفي أمل والمؤسسات الأخرى. مثلا هذا التعاون سيكون إن شاء الله مع مهرجان مسقط في يناير. فتقريبا يعني كل ثلاثة من شهر يناير هناك جديد وفعالية يقيمها النادي. نعم دكتور، كيف وزعتوا كل هذه يعني القائمة من الفعاليات؟ اليوم تتكلم عن 60 فعالية وربما يعني تزيد من خلال مضمونها على مناطق ومحافظات السلطنة، وأيضا لكم فرع في محافظة مسندة. نعم، ربما لها الفرع يعني هذا الموسم بإذن الله 2019 يعني أول يعني بداية الاشتغال. نعم. على فرع محافظة مسندة. نعم. إن شاء الله يعني اشتغال يعني مستمر ومتميز أيضا في اختيار المثقفين في مسندم، هم الذين اختاروا أيضا ما يمس المجتمع في مسندم واحتياجاته من برامج وأنشطة وورش ثقافية. نحن غالبا نأمل ننسق مع يعني الجهات والمؤسسات الثقافية القائمة على الشأن الثقافي. نعم. فبيننا مثلا تنسيق مباشر مع جمعية الكتاب العمانيين، لأن احنا نستهدف نفس الجمهور. فالجمعية تقيم فعالياتها يوم أحد واثنين من كل أسبوع إذا يعني أرادوا ذلك. أما النادي الثقافي فيوم ثلاثة وأربعاء هو يقيم فعالياته. نعم. بحيث يكون يعني الدعوة للمثقفين تتجه إلى اتجاه واحد ما بين الجمعية وما بين النادي الثقافي. جميل. فمعظم يعني أيام الثلاثة والأربعاء النادي الثقافي يقيم فعالياته، كان في مقر الرئيسي في القرم أو في أحد يعني الولايات أو محافظات السلطنة الأخرى. نعم. فهذا من ناحية التنسيق المواعيد، ولكن من ناحية اختيار البرامج هي نحن أعلننا عن يعني للمثقفين من لديه مقترحات جديدة في مجال الثقافة فيقدمها يعني لمجلس إدارة النادي. ومجلس إدارة النادي حقيقة وقد يعني حصلنا على عدد كبير يعني أكثر من 60 فعالية وورشة ويعني ملتقيات وندوات، لأن النادي مظلته أكبر يعني يحتوي على يعني جوانب من السينما، من المسرح، من الشعر، من الروائيين، من القاصين. فهذه أيضا يعني الكم الكبير الذي يعني انضم تحت النادي الثقافي هو أيضا يوزع ما بين يعني هو يعني هو يساهم في تنوع الفعاليات البرنامج. نعم نعم البرنامج. هو يعني هم يساهم هم. نعم. صراحة يعني أيضا المثقفين نفسهم من خلال نحن هذا والعام الخامس يعني على التوالي نقيم هذا الموسم الثقافي أمل. نعم. وبنسبة يعني تفوق 90% من الالتزام بالمواعيد. جميل. يعني كان يعني هاجسنا أن يكون هناك التزام، يكون المثقف يعلم أن مثلا في ندوة ومؤتمر مثلا في يناير أو مؤتمر يكون في ديسمبر القادم، بحيث يكون هناك تحضير واستعداد لمثل هذه المشاركات. نعم. فهذا الذي جعل ارتياح من المثقفين المهتمين بأن هناك يعني شيء منظم وشيء أيضا يقام في موعده بالضبط. نعم دكتور، يمكن العام اللي ما زلنا نحن فيه يعني أيامه الختامية إن شاء الله يصدر. نعم. الستار على هذا العام الأسبوع المقبل شهدنا. نعم. كثير أيضا من الفعاليات، وركزتوا في برنامجكم على التراث الثقافي من خلال مجموعة من الفعاليات، وكذلك أدب الطفل كان أيضا مجموعة من المحطات ضمن برنامجكم. هل هذه الجوانب أيضا حاضرة ضمن الخطة القادمة، مع أن العنوان مثل ما لاحظنا مختلف، التاريخ وصناعة المستقبل، لكن نتحدث عن المضمون؟ نعم، هو العنوان الأشمل أن التاريخ وصناعة المستقبل، ولكن يعني المحاضرات متنوعة حسب فئات المجتمع أيضا. نعم. لدينا هناك أيضا ورش للأطفال مثلا،
هناك أيضا لنا جوانب للمرأة، يعني هذه الجوانب هي يعني استكمال أيضا يعني لتنوع النادي الثقافي. ولكن مثلا مؤتمرنا الرئيسي يعني المؤتمر يعني يكون عن التاريخ، الشخصيات التي حاضرة من كندوات أيضا تكون مهتمة بالتاريخ، والتاريخ ليس المقصود فقط أن نناقش أيضا الماضي وحدوده، ولكن ماذا ممكن نستفيد من هذا التاريخ للمستقبل. وطبعا هذا جميعه هو استكمال لمؤتمر كبير قام النادي الثقافي حول الاستثمار في الثقافة. فمخرجات هذا المؤتمر الكبير الذي تم نشره أيضا يعني ككتاب، هو نحن الآن نطبق هذا المؤتمر على أرض الواقع من خلال الاستفادة من كل عناصر يعني هذا المؤتمر. نعم دكتور، أيضا هناك يمكن جانب أشارت للكلمة التي ألقتها الدكتورة عائشة الدرمكية رئيسة النادي مساء الأمس، وهو جهودكم ضمن البرنامج الوطني لدعم الكتاب، ويعني الجديد أو القادم في هذا الجانب سيركز على الترجمة من خلال كثير من الإصدارات في معرض الكتاب، نشير أيضا إلى هذا الجانب. نعم، موضوع الترجمة يعني موضوع يعني حقيقة مهم، ووجدنا كثير من الملاحظات من خلال يعني المثقفين الذين كنا نتشارك معهم، من خلال أيضا تبادلنا مع المثقفين يعني خارج حدود السلطنة، كان لديهم يعني جهل وعدم معرفة يعني بجديد الكتابات والكتاب، ويعني لأن عدد الترجمات العمانية للأسف كان قليل. فمن خلال يعني احتكاكنا لهؤلاء المثقفين توجهنا يعني بمقترح يعني كبير إلى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة المشرف العام على النادي، وهو وجهنا بالاستمرار في موضوع يعني الترجمات والاهتمام بالمثقف العماني وخروج إصداراته إلى هذه الترجمات. فلدينا يعني في معرض إن شاء الله معرض مسقط الكتاب ندشن ترجمات لخمس لغات أيضا جديدة تضاف إلى اللغات القديمة التي تم ترجمة الأدب العماني إليها. نعم جميل، يعطيكم العافية، أكيد جهود موسعة في الاهتمام بالشأن الثقافي. معرف دكتور أيضا هناك يعني من الأشياء اللي عرضت تدشين يعني مقهى ثقافي، وأتوقع هذا جانب اجتماعي أيضا يعني بالإضافة إلى فكرته الثقافية، كيف سعيته إلى إيجاد موقع ليكون مساحة يتنفس من خلالها الكتاب والمثقفين ويجتمعون أيضا لتبادل حوارات ثقافية واجتماعية؟ نعم حقيقة التدشين هذا يعني أيضا هو استكمال لمشروع الاستثمار بالثقافة. نعم. وهو تدشين علامة تجارية أمل. نعم. يعني كوريان. نعم. وهو البيت المستعفي. نعم. وهو موجود أيضا هذا المصطلح في يعني الموسوعة العمانية. نعم. هذا الاسم يعني للعلامة التجارية للمقهى الثقافي. نعم. وهذه العلامة التجارية تم يعني اختيار يعني شركة منفذة بحيث تضع يعني مواصفات هذه العلامة، تصميم هذه العلامة، ماذا يحتوي هذا المقهى. فنحن يعني من خلال وجود هذه العلامة نسوق هذه العلامة للمستثمرين، وتحديدا أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من أيضا الشباب العمانيين الذين يرغبون في الاستثمار في موضوع المقاهي، فيكون هذا يعني التخطيط والتنظيم من ناحية يعني المسمى، من ناحية المشروبات، يعني مشروع متكامل يعني كعلامة تجارية. مبدئيا هناك موافقة يعني لأحد المستثمرين في مسندم. نعم. أن يقيم هذه العلامة التجارية بإذن الله كفرع أول في مسندم. جميل. ونحن نتمنى أيضا في المحافظات، محافظة مسقط، محافظة الأخرى، النادي الثقافي كيف أيضا يدعم يعني أولا جهز هذه العلامة التجارية. نعم. الشيء الثاني يدعم هذا المقهى بالمكتبة، توفير أحدث الكتب لهذا المقهى. الشيء الثالث تواقيع الكتب الحديثة للكتاب العمانيين. نعم. أيضا يتم تبادلها في هذا المقهى. نعم. إذا كان أكثر من فرع له. أيضا نقيم بعض الفعاليات يعني من قراءات شعرية، من قراءات قصصية داخل هذا المقهى الثقافي. أنا أتوقع فكرة جميلة يعني دكتور، فعلا يعني جانب كذا يعني الواحد يستمتع، يمكن يشرب كوب من القهوة هو ما مخطط أنه يحضر حدث أو يقرأ كتاب، لكن هو موجود راح يشهد كل هذه الفعاليات والأحداث اللي تتم تحت مظلة هذا المقهى. نعم، ونقرب أيضا المثقفين من نعم. الجمهور يعني أيضا هذا الهدف يعني أيضا الكبير، نتمنى بس هناك دعم من المستثمرين العمانيين. نعم. الاستفادة من هذه الإمكانيات المتوفرة اللي قدمها النادي الآن، والدعوة مفتوحة يعني من الشبيبة يعني لجميع المستثمرين أن يدعموا مثل هذه العلامة التجارية، لأنها ليست فقط هدفها الربح،
ولكن أيضا نشر الثقافة بأشكالها مختلفة. نعم، إذن كوريان هي العلامة التجارية، وتوقع مثل ما أشرت دلالة لأحد المصطلحات الثقافية المرتبطة أيضا بالتاريخ والتراث العماني. نعم، هو بيت تعافي تراثي تقليدي. نعم، إذن نعم دكتور، في عندك أي إضافة في هذا الجانب؟ أبدا، يعني نحن يعني هناك فعاليات متنوعة، الدعوة عامة لجميع يعني الجمهور في الحضور فعاليات النادي. الآن يعني البرنامج الثقافي موجود، تستطيع أن تنظم وقتك في أي شهر تريد تحضر أنت وعائلتك وزوجتك أي فعالين فعاليات النادي. هناك فعاليات متنوعة في الموسيقى، في المسرح، في الفكر، ندوات، عنا يعني أقامات كبيرة إن شاء الله يعني بتحضر معنا، سهمي هويدي، حسن مدن، أسماء كبيرة حقيقة، حتى من السلطنة لصالح من الفلاحي تضمن محفوظ أيضا لديها محاضرة. نعم، فهناك يعني فعاليات متنوعة بإذن الله تعالى. بإذن الله، يعطيكم العافية وكل التوفيق لجهودكم في تعزيز الجانب الثقافي في السلطنة. إذن 8 يناير هي أولى فعاليات النادي الثقافي بإذن الله. شكرا لك الدكتور سعيد بن محمد السيابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، على تواجدك معنا. شكرا أختي أمل، شكرا يعني إذاعة الشبيبة على تواصلهم الدائم، وشكرا أيضا لك عبد الله، جزاك الله خير دائما أيضا وتواصل معنا وداعم يعني، والله يوفقكم دائما جميعا إن شاء الله. شكرا. من ضمن محطاتنا القادمة مستمعين إن شاء الله راح تكون لنا وقفة حول ملتقى خدمات المراجعين الثاني، التحول الرقمي في خدمات المراجعين، والذي نظمته جامعة السلطان قابوس، راح يكون من خلال تواصلنا معهم خلال قادم الوقت بإذن الله تعالى. لكل اللي يسمعنا على 24-920 بإمكانكم المشاركة والتواصل على رقم الواتساب على 947-999-975. نأخذ اتصال. مساء الخير. مساء النور أخي عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك، حياك الله. ونمسي بالأخت أمل في الاستديو، حياك الله. من معنا؟ معك أخوك سالم بن محمد الجعفري من ولاية يعلان بني أبو علي. والنعم، حياك أخوي سالم، تفضل. معي ندى إلى وزارة النقل والاتصالات. تفضل. لا أحد ينكر الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات في مجال توسعة مجال الطرق السريعة، ونحن أبناء المنطقة محافظتي الشرقية، الشرقيتين شمالها وجنوبها، استبشرنا خيرا بإنشاء مشروع طريق الشرقية السريع. ولكن أهالي ولايات قطاع جعلان، ولاية الكامل والوافي، وولاية جعلان بني أبو حسن، وولاية جعلان بني أبو علي، حتى وصولا إلى نيابة الأشرة وهي التابعة إلى ولاية جعلان بني أبو علي، نتمنى أن تكون هنالك حزمة ثالثة، ومعالي صرحوا بها سابقا أن تكون هنالك حزمة ثالثة لهذا الطريق من الكامل وحتى نيابة الأشرة، لأن هذه الولايات الثلاث قطاع جعلان ولايات الثلاث بها تعداد سكاني كبير، بها مقومات سياحية كبيرة، انتعاش تجاري واقتصادي، وكذلك الجانب الاجتماعي التي تلعبها هذا الطرق من إنشائها، ناهيك عن التقاء يعني المنطقة الوسطى بمحافظة جنوب الشرقية، وهي عن طريق البحري طريق الأشخرة شنة وصولا إلى محوت وإلىها. فهذه الطرق سوف توفر وسائل الراحة والعناء والمشقة ليتنقل المواطنين من وإلى محافظة مسقط بكل سهولة ويسر. نعم، حاليا الطريق يصل إلى الكامل؟ حاليا الطريق افتتحت حزمة أخيرة منه، الطريق بيصل إلى ولاية صور. نعم، ولاية صور، لكن ما يمر على المناطق اللي ذكرتها أنت؟ بالنسبة يمر على الكامل مرور سريع فقط يعني، بينما نحن كأهالي ولايات قطاع الثلاث نتمنى أن يكون هنالك، نتمنى أن تكون هنالك حزمة ثالثة لترتبط هذه المحافظات بهذا الطريق، ويكون يعني التنقل بكل سهولة ويسر. أخي عبد الله، إضافة إلى أن هذا الطريق أنشئ من 89 في 90 افتتح طريق الكامل الأشفرة، أصبح هذا الطريق نظرا للزحف العمراني والانتعاش في الولايات، أصبح هذه الطرق السريعة وهي تربط بين الولايات الثلاث، وقع وسط الأحياء التجارية
للولايات الثلاث. نعم، من خلال متابعاتكم مع الأخوة في وزارة النقل والاتصالات، إيش كان الرد؟ هل من ضمن خطتهم هذا الطريق؟ أنا متابع جيدا لهذا المشروع. في 2014 نزل عندما كان معالي لديه في الدورة الماضية، مش هذه الدورة الحالية، في مجلس الشورى. نعم. استضاف معالي وزير الطرق الدكتور أحمد الفطيسي. نزلت المناقصة في اليوم الذي بيستضيف المجلس، أن تكون هنالك حزمة ثالثة للكامل الأشخرة. نعم. والعام الماضي هذا كان في 2012 أظني. في العام الماضي أو 2013، في العام الماضي نزلت الدراسة الاستشارية لهذه الطريق. يعني جيد إنه هذا الطريق إذن من ضمن خطة الوزارة. نحن نتأمل أخي عبد الله، وكلنا يعني أبناء هذه الولايات الثلاث يعانون، يعني وولايات كبيرة وولايات لها تعداد سكاني، فنحن يعني مثل أخواننا لا نقبط الأخوان الآخرين، وكلنا أبناء عمان، لكن نتمنى أن تصل لنا هذه الخدمة ويتنقل الأهالي بكل سهولة ويسر من وإلى مختلف محافظات السلطنة. نعم، بإذن الله تعالى. والأخوة في وزارة النقل والاتصالات إذا كان في أي تحديث فيما يخص هذا الطريق وهذا الاقتراح، نتمنى أنهم كذلك يوافوا في البرنامج. شكرا. نتمنى ذلك أخي عبد الله، وشكر لكم. لدي ندى أخير على شكل سريع بس، الله يخليك لي ضيف إن شاء الله، إلى وزارة التجارة والصناعة. نعم، تفضل. حول الدعايات التي تقوم بها بعض الوكالات، خاصة وكالات يعني بيع السيارات. نعم. تقدم لك هدية نقدية مقابل 2000 ريال 2500 ريال 3500 ريال. طيب، هل هنالك رقابة على هذه؟ هل هذه أم هي دعايات تسويقية فقط، أم هي لمآرب أخرى لسد النسبة التي يتوجب على المستفيد أن يدفعها من خلال المبلغ اللي لياخذ سيارة بالأجل أو عن طريق التمويل؟ لا بد نسبة مثلا 20% يدفع، وهذا المبلغ ما يقدر يغطي. فأنا أتمنى توضيح من وزارة التجارة وتراقب هذا الموضوع عن كثب، وأن يقفوا على, 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 على كم سعر هذه السيارات في المصنع، وكم تباع، وكم تكلفة البيع. يعني نلاحظ أن الأسعار في السلطنة مبالغ فيها بشكل كبير، وهنالك نوع من الاحتكار. ربما أن هنالك الآن بدأ يفتح نوافذ للشباب. نحن نتمنى حتى الشباب الذين يستقلبون سيارات جديدة من دول المجاورة، أتمنى حتى يستقلبوا سيارات من هذه الوكالات الموزعين الموجودين، وأن ندعم هؤلاء الشباب ونقف معهم، لأن أسعارهم في الحقيقة أسعارهم جدا جيدة وأسعار تنافسية. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك. ومساك سعيد أخي عبد الله والأخت أمل، واسمحوا لي على الأطالة، والشكر للمخرج المبدع جاسم البداعي. يعطيك العافية، واصل تحيتك، وشكرا جزيلا لك، وجاسم يباد لك نفس التحية. شكرا لك أخوي سالم، أحسنت. وفقكم ربي لخدمة عمان وخدمة قائد عمان. يعطيك العافية، شكرا. إذن هذه كانت نداءات الأخ سالم، سواء حول موضوع الطريق الذي أشار إليه، حتى استيضاحاته حول الدعايات الإعلانية اللي تقوم بها وكالات السيارات. نروح مباشرة إلى جامعة السلطان قابوس للحديث حول ملتقى خدمات المراجعين الثاني، التحول الرقمي في خدمات المراجعين. مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الملتقى نتواصل مباشرة مع الأستاذ جاسم بن مبارك البطاشي، رئيس قسم علاقات المراجعين، المشرف العام على الملتقى. مساك الله بالخير أستاذ جاسم. مرحبا وسهلا، مساءك سعيد عبد الله، وأنت وزميلة أمل أيضا، وتحية كذا جميلة مسائية لقناتكم الجميلة قناة الشبيبة. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بالتواصل معك للتعرف أكثر على ملتقى خدمات المراجعين الثاني، التحول الرقمي بخدمات المراجعين، والذي انطلق صباح هذا اليوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ملتقى خدمات المراجعين في دورته الثانية
هو بتنظيم من دائرة خدمات المراجعين بجامعة السلطان قابوس. وهذا العام الحقيقة ارتأت اللجنة المنظمة للملتقى أن تتجه إلى مسألة التحول الرقمي في خدمات المراجعين. طبعا هذا الملتقى أساسا جاء من مسألة يعني تطوير الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو للمقيم وبشكل متبادل طبيعة الحال، لأنه أنا مقدم الخدمة في جهة قد أكون أيضا طالب لخدمة في جهة أخرى وأنت تقدمها لي. نعم. فجاءت الحقيقة من الحاجة الملحة إلى ابتكار أساليب جديدة من شأنها أن ترتقي بالخدمة المقدمة وأن يعني تخفف العبء عن المستخدم أو عن المراجع عن المواطن عن المقيم من أعباء المراجعات ومن الأعباء الأخرى التي قد تستنزف منه وقت وجهد كبير جدا. نعم، ممكن أستاذ جاسم يعني من خلال التطور الكبير في مسألة التحول الرقمي والتكنولوجيا وغيرها يمكن حتى ثقافة خدمة المراجعين اختلفت عن السابق. بالضبط بالضبط. نعم. وهذا يتطلب مواكبة. نعم نعم، هو هذا كان من الأشياء المهمة جدا، لأنه نحن اليوم نتعامل مع تعرف وسائل حديثة، نتعامل مع عصر يعني يتسم بالسرعة والسرعة المطلقة في كل شيء. اليوم نتعامل مع عالم مفتوح، اليوم نتعامل مع عناصر مختلفة جدا أصبحت موجودة في الأيادي وموجودة يعني في كل مكان، يجب علينا أن يعني أن نستغلها وأن نتعامل معها وأن نطورها فيما يخص خدمة المراجع نفسه. لذلك جاء يعني لذلك حتى في الأوراق العمل اللي اشتغلنا عليها اللي قدمت اليوم الحمد لله كانت كلها منصبة في هذا الإطار. يعني لأنه في عندنا مثلا جهات حكومية موجودة في السلطنة وصلت يعني إلى درجات متقدمة جدا من تقديم هذه الخدمات، من توفير وتسهيل الخدمة وتبسيطها للمراجع واستخدامها أيضا للعناصر الحديثة سواء من خلال الإعلام الجديد اللي طبعا له علاقة بالمواقع التواصل وغيره، ومن خلال حتى الإعلام التقليدي يعني الإذاعة والتلفزيون وما والصحف وما إلى ذلك. ممكن هذا واضح من خلال اطلاعنا على جدول الأعمال في هذا الملتقى اللي اتسمت بالتنوع. يعني اليوم اللي يحضر الملتقى ويشاهد هذا الجدول يشوف قضيته تجربة في البرامج الإذاعية قدمها الأستاذ خالد زجالي، مسألة التحليل والرصد كان لها كذلك مساحة، ونتحدث كذلك حتى عن جامعة السلطان قابوس يعني مثال حول الخدمات الإلكترونية من خلال ورقة عمل خاصة قدمت بهذا الشأن. نعم حقيقة يعني احنا اليوم كان في سؤال يعني مثل ما تفضلت يعني ايش دخل الإعلام؟ احنا تحدثنا في تجربة الإعلام بالتحديد عن برنامج مهم جدا وهو برنامج البث المباشر. بالضبط. نعم، كون انه هذا البرنامج انطلق في الثمانينات من القرن الماضي ويعتبر من اهم البرامج على الإطلاق، اذا ما كان هو اهم برنامج على الإطلاق، يتحدث كصلة وصل بين المراجع وبين الجهة المسؤولة عن الخدمة اللي مفروض تقدم يعني تقدم له. اليوم وإحنا نتكلم فتحنا مع الأستاذ خالد صالح مواضيع مهمة جدا، تعرفنا على طرق قديمة حتى عن طريق بعض المتداخلين، اكتشفنا أنه كانت في طرق تستخدم في عمان قديما قبل النهضة وما بعد عصر النهضة وقبل الإذاعة حتى التي فتحت حسب اليوم ما عرفنا بأنها فتحت بعد أسبوع. يعني اكتشفنا أنه في أساليب للتواصل بين الناس في عمان كلها، أساليب يعني في هذاك الوقت كانت يعني متقدمة جدا، الهوائيات اللاسلكي وغيره ومسميات مختلفة. كانت هي لتبادل المعلومات وللخدمة ولطريقة تقديم الخدمة. طبعا نحن عبد الله ما نروح بعيد، خدمات المراجعين يعني لما تم يعني إنشاءها بأمر يعني سامي من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة المعظم أبقاه الله، تعرف كانت بناء على تلك البرلمانات المفتوحة أصلا اللي كانت تقام. يعني المولانا كان في جولاته السامية يلتقي مع هؤلاء الناس أصحاب الخدمة بشكل مباشر جدا. لماذا لا تكون هذه السياسة موجودة ولكن في هذه الجهات الحكومية؟ لذلك وجدت دوائر خدمات المراجعين. نعم أكيد، من خلال كذلك تسخير كل هذه التقنيات الحديثة والإعلام الجديد. التوصيات أكيد خرجتوا بمجموعة من التوصيات، نتعرف على أهمها. يعني إحنا خرجنا الحقيقة بعدد من التوصيات، لكن معظم التوصيات هي ما زالت ضمن اللجنة ستشكل لإعادة صياغتها. لكن ركزنا على أشياء مهمة جدا. من الأشياء المهمة اللي ركزنا عليها هو يعني الاهتمام بمسألة التوعية والتوجيه
سواء للمقدم الخدمة أو حتى للمستفيد من هذه الخدمة. نعم. يعني للموظف ولمقدم ولمستفيد من الخدمة. موضوع التوعية. نعم. تحدثنا أيضا من التوصيات اللي طرحت اليوم ومن أهمها هو بداية الاهتمام ب يعني الوصول إلى نتائج صفر من المراجعين في المكاتب. وهذه الحقيقة لأنه في يعني جهتين مثل وزارة القوى العاملة وعبد الله وحتى شرطة عمان السلطانية. نعم. لهم تجارب مهمة جدا في تحويل معاملاتهم الورقية إلى صفر. نعم، ونحن شفنا كيف هم حصلوا كثير من الجوائز من الجوائز بالضبط قابوس الإجادة في التحول الخدمات الحكومية. كثير من التوصيات كانت يعني تتمحور حوالين هذا الشيء. لأنه تعرف نحن اليوم بحاجة إلى الاحتكاك مع بعضنا والاستفادة من التجارب، بحاجة إلى أنه نحن كجهات حكومية كلنا نبقى مع بعض. نعم. ونستفيد من تجاربنا البعض علشان نصل إلى الهدف الأسمى وهو خدمة المراجع أو المواطن والمقيم. نعم. في هذه الأرض أشرت. نعم. إلى نقطة مهمة حقيقة وهي مسألة. نعم. المستفيد من الخدمة كذلك يجب أن يكون على وعي ودراية كاملة بطريقة الاستفادة من الخدمة اللي يمكن بتجنب كثير من الجهد لو هو تعرف على جهود هذه. نعم. الجهات في مسألة توفير الخدمات ونشوف بالضبط. انه خلاص صار الاغلب ما يحتاج انه هو يشغل سيارته ويروح الى ذيك المؤسسه. نعم. ترى اليوم 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 شرطه عمان السلطانيه النقيب ابراهيم من شرطه عمان السلطانيه وهو رئيس فريق التطبيقات الذكيه بجهاز الشرطه يقول لنا انه الان يعني المواطن اصبح ما يعني ما مطلوب انه يجي اطلاقا يراجع مراكز الخدمه الا علشان ياخذ بطاقته الشخصيه او ملكيه السياره. نعم. وهذه الان هم شغالين حتى على مساله أنه إيجاد حلول أخرى بديلة لها. نعم. على سبيل المثال التوعية اللي نتكلم عنها عبد الله مهمة جدا مثل ما قلت لك للمراجع وحتى لمقدم الخدمة. اليوم في تطبيقات مهمة موجودة تعرفنا عليها اليوم لكن الكثير من الناس ما يعرفوها. لو يعرفوها لأصبحوا يستطيعوا إنهاء معاملاتهم وأشياءهم وهم جالسين في البيت أو في مكاتبهم دون الخروج من عمله أو يعني تعطيل أشياء أخرى علشان يروح في قوائم الانتظار اللي موجودة. نعم. يعني. نعم. وأحيانا يختصر هذا الموضوع كله من خلال هاتف النقال في أنه يحيي كل هذه الخدمات. أنا جالسين نقول اليوم يعني عشان نطلع على سبيل المثال يعني تسوي إجراء في وزارة الخدمة وحتى في يعني بوابة استثمر بسهولة لوزارة التجارة والصناعة. يعني اليوم جالسين نقول أنه يعني تستطيع أن تفتح سجل تجاري في دقيقتين. نعم. وخلاص وأمورك منتهية. تستطيع أن تحصل على بطاقتك الشخصية حتى لما تروح هناك يعني في يعني أكثر مهلة ممكن يأخذها 5 دقائق. فلذلك نحن الآن هذا الملتقى يأتي لتحسيس هذه يعني تعزيز هذه النقطة وهذا المطلب. يجب علينا كلنا أن نتحد علشان نخفف عن عبء عن المواطن ترى عن مثل ما قلت لك المستخدم هو أنا وأنت. يعني إحنا بصفة مشتركة يعني إذا قدمت أنا شيء سأقدمه لنفسي أولا قبل ما أقدمه لك أنت كمراجع. فيجب علينا كلنا أن يعني أن نحتوي هذه الفكرة. نعم حتى المؤسسات المتأخرة في هذا المجال عليها أن تشعر فعلا بالمسؤولية والتحرك. نعم. السريع. نعم. نحو تقديم مثل هذه الخدمات. نعم. يعني كانت في ملاحظات اليوم حتى من الإخوان في جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة أنه فعلا وحتى في الورقة اللي قدمتها الأستاذة جليلة الأخزمية من دائرة التواصل الرقمي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كنا نطلع على الإحصائيات اللي موجودة. نعم. الموجودة في نسبة رضا الناس مواقع التواصل إيش جالسة تسوي المحتوى جهاز الرقابة كنا نتكلم اليوم وذكرت بعض المؤسسات اللي كانت في ذيل القائمة فيما يخص رضا المستهلك أو رضا المراجع لها. نعم. نعم. وفي جهات أخرى هي متقدمة جدا جدا متقدمة. نعم. فنحن المطلوب منا اليوم أنه فقط نبدأ فعلا نهتم وننتبه لتخفيف العبء عن هذا المراجع اللي أرجع وأقول لقد أكون أنا وقد يكون أنت. نعم. كمقدم خدمة وفي المقابل تخفيف العبء سيسرع من 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 وتيرة التطور والعمل وتعرف كل واحد حيبقى في مكانه وهو يشتغل ويعمل دون أن يبذل جهد أو أن يكون عليه يعني وقتي أو جهدي كبير. نعم هذا أمر قادم لا محالة أكيد ونحن مقبلين بدأنا نتأثر حقيقة بالثورة الصناعية الرابعة ونتمنى مثل ما ذكرت أستاذ جاسم أن تصل جميع المؤسسات إلى الرقم 0 في عدد المراجعين. صحيح. لدوائر خدمات المراجعين في مؤسساتنا. الأستاذ الجميل والرائع والمخرج كذلك جاسم بن مبارك الطاشي رئيس قسم علاقات المراجعين والمشرف العام على الملتقى شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
شكرا عبد الله، شكرا لكم جزيلا، والله يوفقكم والله يقدرنا على خدمة هذا الوطن بإذن الله. يعطيكم العافية. شكرا 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 شكرا. إذن مستمعين، هذه كانت محطتنا الأخيرة لليوم، مجموعة محطات متنوعة حول مواضيع كذلك متنوعة، والحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع. نعم، يعني يمكن اليوم عبد الله معنا يعني كانت النية أنها تكون حلقة منوعة، لكن من خلال ما طرحنا جملة من المواضيع طفنا من خلالها، سواء بمقترحات المواطنين أنفسهم والمواضيع المطروحة لتمس الرأي العام، وكذلك أيضا متابعة أهم الأحداث في الساحة المحلية. نعم، أمل لكل من يسألنا عن حلقة الأمس تجدونها متوفرة في قناتنا على اليوتيوب، الحلقة موجودة، والأخوة كذلك في المونتاج أعدوا لنا ملخص لهذه الحلقة نستمع له. يعني لاحظنا أن في سخط وعدم رضا، وين راحت هذه الوظائف بالضبط ومن اللي تم تعيينها؟ إجماليهم كان 62,413. إذا كنا ما زلنا نركز على نفس المستوى من الوظائف، يعني اللي كنا نشتغل عليها سابقا اللي هي الوظائف الدنيا، فالمشكلة مستمرة. نسبة كبيرة جدا من الوظائف اللي احنا حصلنا عليها من وزارة القوى العاملة على أساس نقوم في عملية التوظيف هي يعني وظائف يعني غير صحيحة، ممكن تقول نحن عنها غير صحيحة. فجاهز طفلان فيني يقول اسمش بالغلط نازل عندنا نحن، يعني المفروض ما تتعيني. أنا أتعجب ما هي الجودة اليوم اللي تقدمها وزارة القوى العاملة كمصلحة عامة للوطن إن توظف المواطن، يعني إنه تجينا رسالة أنه مسمى التخصص غير مستوفي للشروط. ما معقول يكون عندنا شاب باحثاً عمل 8 سنوات أو 7 سنوات، في إشكالية. الحكومة يعني استثمرت في هذا الشاب 15 سنة أو 16 سنة، ما عندنا شحن وظائف. نحن عندنا وظائف ولكنها للأسف يعني ما راحت للشباب. احتضان الشباب اللي هم خريجين للإذاعة والتلفزيون، نعم، والإعلام الرقمي بشكل عام. وفي المقابل نقول كل السواقين لازم يكونوا عمانيين، نقول لهم العمال لازم يكونوا عمانيين. المشكلة اللي تحصل أن وزارة القوى العامة اللي تتصادم مع وزارات أخرى هي منظمة لقطاعات في القطاع الخاص، بتدخلاته تنحل المشكلة. إيش تقصد بتدخلات؟ بعلاقاته ممكن راح يحل المشكلة. متابعة الشركة هل قامت بالتعيين أم لا؟ نعم. إذا لم تقم بالتعيين بالتعيينات هذه يتم مخاطبتها مباشرة ويتم إيقاف الشركة. ما أعتقد إنه هناك في يعني إجراءات حقيقية يتم اتخاذ فيها ضد الشركة. يعني حان الوقت لمعالجتها. نعم. بعض السياسات هي من تفاقم المشكلة. في بناء البلد أعتقد راح تكون لهدم يعني ما تم ما في ما في ما في ما في عمان يهدم البلد لو سمحت. أكيد. الكل لا. الكل معول، الكل معول بناء. إذن هذه كانت حصيلة حلقة الأمس، وللحديث بقية حول هذا الموضوع إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. تقبلوا منا أجمل التحايا، نرجع نلاقيكم أكيد مطلع الأسبوع المقبل إن شاء الله. كانت معكم في تقديم هذه الحلقة أمل الجهورية وعبد الله السعيدي، وتحيات فريق الإعداد حمد البلوشي وجاسم البداعي. في أمان الله، مع السلامة.